طه، الدورة الثالثة اللي جاية، ايه الشروط اللي حابب ان هو يكون مع حضراتكم ويشترك ويشارك في هذه الجائزة؟ ايه المعايير؟ ايه الطلبات؟ المفروض يعمل ايه؟ يقدم ازاي؟ يقدم ازاي؟ احنا بنبدا ان احنا نخاطب الجهات من نص ديسمبر ان شاء الله، هنبدا نخاطب الجهات كلها عشان حضرتك عارفه ان احنا حكومه، فلازم في ورقيات لازم تتقدم. طب فاحنا بالظبط بنبدا نخاطب الجهات ان هي ترشح لنا ثلاثه من كل فئه. احنا زي ما قلت لحضرتك في جوائز مؤسسيه وجوائز فرديه، وكل جائزه ليها شروطها. زي ايه؟ احنا قلنا الجائزه حكوميه، احنا بنتكلم على جائزه ماستر ميز الحكومي، فاحنا بنتكلم على القطاع الحكومي المؤسسي الحكومي، فبنتكلم على الوحدات الخدميه والوحدات المحليه والكليات، لازم تكون كليات حكوميه. فهي الشرط دي، الشرط بتاعها ان انت لازم هتدخل، لان الجائزه الزاميه بقرار من معالي دوله رئيس الوزراء ان الجائزه الزاميه، فلازم الشرط بتاعها ان انت يكون مر عليك 3 سنين على انشاء الكليه علشان يكون فيها نتيجه تقدر تتكتب في طلب الترشح. احنا هنقيمك على الفتره اللي انت اديت عملك فيها خلال ال3 سنين. فانت الوحدات المحليه بتدخل بتقدم، لازم تكون هي طبعا شروطها ان هي وحده محليه حكوميه. الكليات لازم تكون حكوميه ولازم يكون مر على انشائها 3 سنين. الوحده الخدميه الشرط بتاعها انها تكون مميكنه، لازم تكون الجهه مميكنه. الافراد المواقع الحكوميه كلها بتقدم بدون شروط، لازم بس تكون الشرط الوحيد ان هي بتقدم خدمات تفاعليه مع الجمهور. صحيح. الابتكار والابداع، جائزه الابتكار والابداع بتتكلم عن فكره او مبادره لازم تكون مطبقه، فهي ده الشرط بتاعها انها لازم تكون مطبقه علشان يكون ليها نتيجه واثر على الجهه. صحيح. الجوائز الفرديه هي الشروط بتاعتها ان لازم يكون مر على الوظيفه بتاعته او مكانه في الوظيفه دي. لا يعني مثلا انا مدير اداره لازم يكون عدى سنتين. ليه؟ لان هو بيتقيم على انجاز عمله في المؤسسه خلال السنتين دول. انت عملت ايه؟ ايه مردودك؟ ايه المردود اللي انت اشتغلته وعملت ايه؟ ايه النتيجه اللي انت حققتها في المؤسسه بتاعتك؟